خليك وحش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسيكو، يا أهلا وسهلا فيكم. هذا كده البرنامجين ورا بعض كده يسووا. يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين ألف ألف أف أم الموجة السعودية. رحب فيكم، أنا سامي البيروتي بحلقة جديدة من برنامجكم الرياضي، برنامج خليك وحش. خليك وحش يجيكم كل يوم أحد وأربعاء من الساعة 2 لثلاثة الظهر. لو حاب تسمع حلقتنا اليوم كيف راح تسمعها؟ راح تسمعها من خلال الراديو في سيارتك، أو راح تحمل تطبيق ألف ألف أف أم الأب ستور أو بلاي ستور، أو راح تزورنا مباشرة على الموقع الرئيسي على www.alfalfafm.com. لو حاب تشاركنا في موضوع اليوم، تطرح أي سؤال أو استفسار على ضيفنا في الاستوديو اليوم، راح تتواصل معنا على 012-61-61-100 012-21-75-85. تقدر كمان تشاركنا من خلال الـ SMS، ارسل سؤالك أو استفسارك على STC 85-10-40، موبايلي 63-3-1 وزين 70-13-13. كثير من الأشخاص اللي بيكون عندهم أو بيعانوا من أوزان الزائدة بشكل مفرط بيتجهوا لعمليات التكميم. طبعاً عمليات التكميم كلنا عارفين هي إيش الغرض منها، لكن ما بعد عمليات التكميم كثير أيضاً من الأشخاص بالمقابل بيعانوا مثلاً من ترهلات، أو جسمهم ما بيكون مرتب زي ما هم متخيلين أنهم من النتيجة حيوصلوا لها. فاليوم إحنا هذا الشيء اللي رح نتكلم فيه، وهذا موضوعنا اليوم في خليك وحش. رح نتكلم عن عمليات التكميم بشكل عام، متى الشخص ممكن يكون محتاج لها فعلاً من ناحية الرياضية طبعاً مش من ناحية الطبية. يعني أنت لما تروح النادي وتشتغل على نفسك لكن ما تلاقي النتيجة من طبعا الوزن الزائد، فهنا ممكن تتجه لعمليات التكميم. تفاصيل كثيرة اليوم رح أتكلم فيها مع كابتن إبراهيم النونو. مساء الخير يا كابتن. مساء النور، كيف حالك؟ أحب أرحب فيك وأرحب بالجمهور الجميل يا اللي دائما متعاون معنا وبيدينا مواضيع خطيرة كذا نتكلم فيها. يا هلا فيك كابتن إبراهيم، طبعا من زمان صراحة ما طلعت معاي، وأنا مرة مبسوطة اليوم وسعيدة صراحة بوجودك معايا. أسعد. فخلينا نتكلم بما انه هو الموضوع صراحه مهم وترندي، لانه الان تعرف قد ايش يعني صراحه بتكون بين اصحابك بتلاقي لازم ايوه في شخص شخصين دول بيكونوا ايوه متكممين او وزنهم مره زايد بالزبط. بيصير انه هو لازم يكمم بالضبط. فانا ما ابغى اروح على طول على بعد عمليات التكميم، انه بروح على قبل. حلو. لما الشخص يقرر انه انا هذه العمليه اصلا هي اللي حتناسبني، الرياضه ما نفعتني، هنا ايش المفروض يسوي قبل العمليه؟ شوفي، هو دائما احنا دائما بننصح انه قبل ما الشخص يكمم انه يتجه للرياضه والاكل الصحي قبل ما هو يكمم. احنا بنتكلم ايوه، احنا بنتكلم على الاشخاص اللي وزنهم خلينا نقول 100 مثلا تقريبا يعني، او وزنهم مع جسمه مو ذاك الصعب. عمليه التكميم اصلا لما اخترعوها او لما نسووها للاشخاص اللي وزنهم جدا زايد، اللي هم حركتهم صعبه في اليوم، ما يقدر يخش الحمام، ما يقدر ينبيد، سمنه مره مفرطه بشكل مره كبير. فهم لما بدأوا في عمليات التكميم بدأوا للأشخاص هذول، فهي هنا تيجي الفكرة. الفكرة في الموضوع في عمليات التكميم للأشخاص اللي مرة زايد وزنه، فدائما ننصح الشخص قبل عملية التكميم لا اتجه للرياضة والصحة، وشوف إيش ممكن أنت تقدر تسوي. ممكن تحل المشكلة اللي عندك بالرياضة والصحة حبة 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 حبة، حتوصل لهدفك. بس دائما الناس تحب الطريق الأسهل. لا، وفي بالمقابل كمان كابتن، في أشخاص كثير أنا كمان مر علي منهم أنهم بيكونوا ممكن يعني باقي لهم يعني كم كيلو أصلا الدكتور يرفض أنه يسوي العملية. أيوه 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 الوزن نازل. ما أنا بقولك عشان كده الناس بيزيدوا عشان يسووها. فعليا متى تقدر تنزل؟ فعليا فعليا في أشخاص برضو مروا عليه زي كده، اللي هو مثلا بس بيزود 2-3 كيلو من جسمه عشان يسوي عملية تكميم وينزل بسرعة. شوفي، أنا يعني قلت لك الناس تحب الطريقة السهلة بالضبط، فدائما بتتجه لهذا الموضوع. بس نحن دائما ننصح أنه لا، ألعب رياضة والأكل كويس صحيح، خش في خلي 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 الحياة الصحية لايف ستايل عندك عشان تقدر توصل لهدفك. ممكن تكون حل عملية التكميم أسهل، لكن حيكون حل صعب. بس صراحة يعني هي أسهل من ناحية يمكن فقط أني أنا يمكن حنهف أسرع، لكن أنا بالنسبة لي من ناحية النتائج الرياضة مرة تفرق صراحة. أكيد تفرق، أكيد تفرق، يعني ما في مقارنة بالنسبة لي أصلا. ما الرياضة هو شيء أساسي في العالم، فإحنا بنتكلم أو شيء أساسي لصحة الإنسان. صحيح. لما نتكلم عن هذا الموضوع إحنا ندخل في موضوع ثاني بالضبط. فإحنا هي الفكرة بس أنه لما يجي شخص يبي يعمل تكميم، انا ما انصح انه شخص يسوي عمليه تكميم الا لما يكون هو محتاجها. واحنا بنتكلم عن شخص محتاجها، اي انه عنده سمنه مفرطه بزياده، اللي هو جمع. ما يقدر زي ما قلت ما يقدر يخش الحمام، يتعب في نومه، يتعب في بتجيله احيانا خنقه في النوم من كثر الدهون المترهله حوالين الرقبه. صعبه وصعب بشكل يومي، صار مثلا ما يقدر يسوق السياره، ما يقدر ينزل، ما يقدر يطلع.
بيتعب، بتأثر على ركبه، بتأثر. هنا احنا بنقول ممكن احنا نتطرق لموضوع انه هو يسوي عملية تكميم. تمام. طب في حال الشخص هو اصلا بيعاني من موضوع السمنة المفرطة وقرر انه هو يتجه لعمليات التكميم او عملية التكميم، طب حلو، هنا قبل لا يبدأ او قبل لا يتجه لهذه العملية المفروض انه هو يهيئ جسمه بطريقة معينة؟ طبعا شوفي، احنا دائما بنقول انه لما الشخص بيسوي عملية تكميم او خلاص هو قرر انه هو يسوي عملية تكميم او هو بحاجة انه هو يسوي عملية تكميم، في رولز او في قواعد بيمشي عليها. يعني مثلا خلينا نقول لازم ينزل وزنه حبه حبتين عن طريق الاكل، عن طريق الرياضه، عشان لا تاثر عليه بعدين. او مثلا بيكون عنده مرض مزمن معين، مثلا سكر، ضغط، فاحنا لازم نوازن له دي الموضوع لانه كمان بياثر عليه. فهذه كلها، هذه كلها الاسباب هذه لازم هو ينتبه لها قبل عمليه التكميم. واكيد هو لما بيروح للشخص او للدكتور بيديه هو ايش الحاجات اللي يمشي عليها عشان على اساسها يقدر يسوي عمليه تكميم بطريقه ناجحه. تمام، حلو. طيب هذا بالنسبه لي قبل العمليه، خلينا نروح لبعد العمليه. بعد العمليه هو اصلا الشق الاكبر والعذاب الاكبر، كل الدنيا تكون بعد العمليه، لانه بعد العمليه صراحه انا كمان الاشخاص اللي مروا علي كثير انه في البدايه يكون وضعهم تمام، لكن بعدين بعد سنه سنه ونص يبدا شويه الوضع يتدهور. مو بعد سنه سنه ونص، بعد 6 شهور، بعد 6 شهور بتقدرين. شوفي هي تابع، عشان لا نضطر، بس قبل النقطه هذه هي عمليه تكميم نشرحها للناس. هي عمليه تكميم انه هي عمليه قص المعده، بتكون المعده بشكل مره كبير، بيصغروها لحجم مره صغير، بيقصوا جزء من المعده بجزء كبير. طبعا الدكتور ده هو اللي بيحدد ايش الجزء وايش النسبه بالضبط. هذه هي عمليه التكميم. فلما بتصير عمليه التكميم، الجسم ايش الفكره بالنزل، النزول الهائل اللي بيصير او ليش بينزل الجسم دحين؟ صار في كميه اكل بتخش قليله جدا. يعني لدرجه ان شخص يمكن ما يقدر يكمل حتى كاسه مويه. صحيح. من كثر ما انه المعده صارت مره صغيره. فالجسم محتاج طاقه، محتاج طاقه عشان يتحرك، محتاج طاقه عشان يمشي، محتاج طاقه عشان يقوم من النوم. فبيقوم بيستخدم المخزون اللي هو حاطه في الجسم، اللي هو الدهون. هذه هي تقريبا كربوهيدرات وحاجات ومصادر طاقة الجسم خزنها عشان يستفيد منها بعدين. فهذه صارت وقت الفائدة انه هو يستفيد منها، لانه ما في طاقة بيخش له، ما صار في اي حاجة بتخش له في اليوم كمصدر طاقة، فبيقوم بيستخدم الطاقة اللي هي موجود في الجسم. عشان كده بيصير في عملية نزول هائل في الوزن. وطبعا بتتطرق لما بيصير في عملية نزول هائل في الجسم، هنا بيصير عندنا مشاكل صحية طبعا بيعانيها المتكمم ما بعد عملية التكميم. اللي هي مثلا هيصير عنده تساقط شعر، هيصير عنده خشونة في المفاصل، هيصير عنده مثلا أظافره تتعب، هيصير عنده هالات سوداء بشكل عام كده. شكل الجسم كله بيكون بمرحلة. ليش؟ لأنه ما بيدخله لا فيتامينز ولا معادن ولا صحيح. ولا أي حاجة من دول الحاجات. فهذه الحاجات مهمة جدا، خصوصا بعد عملية التكميم يبدأ الدكتور أصلا المفروض أنه هو وصف له فيتامينز ومعادن يمشي عليها. صحيح. هنا تيجي دور المكملات الغذائيه اللي بيستخدموها. في شيء خاص بالمكممين طبعا، دائما المكممين بياخذوا حبوب لانه ما يقدر ياخذ شيء زي البروتين شيك مثلا، ما يقدر يستخدمه. فبيطرق الحبوب اكثر لانه اسهل في البلع واسهل في ايش الاستخدام. تمام. وما تعبي له معدته، لانه لو شرب مويه كثير حتعبي له معدته. صحيح. فدائما بيستخدم الحبوب، احماض امينيه، معادن، فيتامين، اوميجا 3، الحاجات اللي بتساعده او بتساعد جسمه انه هو ما يصير عنده هذه المشاكل الصحيه. تمام. طبعا في كل الاحوال حتصير مشاكل، لانه ما حيقدر برضه قد ما اخذ حبوب ما حيقدر يكفي احتياجه اليومي. صحيح. وطبعا الطبيعي مو زي الصناعي. بالضبط. فهنا الفرق يا جماعه. حلو، راح نكمل اكيد موضوعنا مع كابتن ابراهيم النونو، لكن مستمعينا بعد الفاصل خليكم على السماء. يا هلا فيكم من جديد مستمعين برنامج خليك وحش، مكملين موضوعنا لليوم عن رياضة بعد عمليات التكميم مع كابتن إبراهيم النونو. طبعا رح أذكركم بأرقام التواصل معنا لو حابين تطرحوا أي سؤال أو استفسار على كابتن إبراهيم، تواصلوا معنا على 0112-61-61-100 0112-17-85-85. تقدروا كمان تراسلونا على الاس ام اس، ارسل سؤالك او استفسارك على STC 85 10 40 موبايل STC 3 0 1 وزين 70 13 13. طيب عندنا اتصال من نعيم من الشرقية، نقول الو مساء الخير يا نعيم. مساء الخير استاذة بيروت. يا هلا وسهلا، اهلا وسهلا يا نعيم، تفضل. هو لازم تكميم تنسل عنه؟ يعني اسأل في الرياضة بشكل عام. بشكل عام انا بس اوصل ضيفك اول شيء نسلم عليه حبيب قلبي، الله يسعدك، تفضل.
أبغى أسألك أول، أنا دائما أسمع كلمة الصليب، أبغى أعرف معناته الصليب اللي تيجي دائما في الفوتبول. لا هو يعني الرياضة مو الرياضة الكرة القدم، رياضة الفتنس، جسمك تهتم فيه. كابتن إبراهيم النونو وحش ما شاء الله قدامي يعني، فتقدر تسأل عن موضوع كمال الأجسام ولا آخره. إيه أنا أساس إنه شير الحديد يعمل دائما أحيانا مشكلة في الكتف بالضبط، إصابات يعني معينة. أيوة إصابات تشيل وزن، مزبوط تشيل وزن تطلع حاجة اسمها الأبهر، مزبوط عشان كده. أيوة أنا فهمت سؤالك. عشان نختصر عليك الموضوع، شوف هو دائما لما تصير عندك مشاكل في الركبة في الإصابات فهذه معناها أنت التغذية اللي عندك غلط، فأنت بتتجه مثلا لحاجات معينة من الفيتامينز، مثلا تأخذ بي كومبلكس، هذه حتساعدك مرة عشان تفك الأبهار وتفك الحاجات هذه، وتأخذ الأوميجا 3 مثلا كمان عشان مفاصل الركب ما تأثر معك بشكل كبير، وتاخذ مالتي فيتامينز عشان يعوض لك الحاجات الاعصاب، الحاجات هذه اللي بتساعد انك انت في شيل الاوزان ما تجيك رشفه مثلا، ما تاثر عليك في الاعصاب وانت نازل وانت طالع في سكوات مثلا، في الحاجات هذه. تمام. بس ممتاز، تحياتنا لك يا نعيم. معنا اتصال من بهاء. مساء الخير يا بهاء. يا هلا، مساء الخير. يا هلا، مساء الورد فيك. تفضل. العافيه. تفضل. الله يعافيك. انا متكمم من سنه ونص تقريبا. يلا اعطينا تجربتك. الحمد لله نعمة من رب العالمين. كل شيء له سايد افكت او له اضرار اكيد مهما كانت، يعني عم في الاخير عمليه. تمام. بس الحمد لله انه اخف شوي من السمنه اللي كنت فيها. ما شاء الله. كان وزني 140 ما شاء الله، وطولي 175 او 172، يعني بالعربي كنت عباره عن دائره. فالحمد لله الان صرت حول 88 خلال سنه ونص. ما شاء الله، وحش والله. طب كيف النظام اللي ماشي عليه يا بهاء؟ هل بتلعب رياضة؟ بتاكل كويس فعلا؟ كل اللي قلتوه على ما تمه كلام صحيح 100%. لازم يكون في إشراف طبي، لازم يكون في خبرات من ناس استفدت منهم قبل، ولازم القراءة، لازم تثقف نفسك على الموضوع. أكيد طبعا. جدا جدا جدا، وما شاء الله في شباب عاملين جروبات واتساب، يعني ما أقول لك كيف، يعني ساعدوني 90%. ما شاء الله. جميل. يمكنهم عندهم تجارب وفيهم دكاترة كمان. حلو، وحشي بهاء، يعطيك العافية. جدا جدا الحمد لله، وطبعا لازم قرار طبي في الأخير للعملية. أكيد حبيب قلبي، الله يعطيك العافية والصحة، وإن شاء الله نشوفك وحش من الوحوش إن شاء الله يا بهاء. أكيد يعطيك ألف عافية. طبعا مستمعينا، وكمان خلي المتكممين فعلا اللي مروا بهذه التجربة يتواصلوا معنا. لو أنت فعلا حكينا عن نظامك، أنت بتتبع نظام معين غذائي، هل بتروح النادي ولا بمطنش؟ إيش أكبر مشكلة صارت معك؟ إيش أكبر مشكلة صارت معك بعد التكميم؟ بتروح النادي ما بتروح النادي؟ إيش نوع الأكل؟ خلاص مطنش بتاكل أي شيء جانك فود ولا على البركة، ولا مسوي نظام غذائي؟ بالضبط، هذه كمان ترى نقطة لازم نتكلم فيها، إنه إحنا المتكمم ترى هي عملية قص المعدة لما بتصير، بيصير حتى لو إنه بعدين رجع ترى النظام غذائي غلط جانك فود وزي كذا، ترى برضو المعدة راح تكبر وممكن يرجع لوزنه زي ما كان، وممكن أكثر كمان يزيد. فهذه مشكلة برضو ترى من أحد المشاكل اللي بيعانوها المتكمين، إنه برضو لازم يحافظ على حياته أو على رتم معين، أو خلينا نقول مشكلة، يعني هو لو إنه ضبط الموضوع حينبسط، لأنه حيكون ما ماشي على رتم معين. لا، ولو رجع تخن حيحس إنه ما سوى شيء أصلاً. بالضبط يعني. حيكون كأنه زي ما دخلت زي ما خرج، ما استفاد منه. راح أذكر المستمعين بأرقام التواصل معنا 012-61-61-100 012-61-75-85. طب حلو، بالنسبة للأشخاص اللي يخسروا وزن عالي بعد عملية التكميم، بيعانوا بعضهم طبعا من الناس اللي بيتجهوها من السمنة المفرطة جدا كمان، بيعانوا موضوع الترهلات. أوه، هذه مشكلة كبيرة. بالضبط. هذه مشكلة مرة كبيرة. شوفي، هي دائما في خيارين، في الخيار اللي هو برضو السهل، عملية تجميل شد وقطع والحاجات هذه. والله متعبة دي الأمور ترى. هي شوفي متعبة. طب برضو لما نسوي عملية تجميل برضو، لأنه هي ترى مكلفة ومتعبة، لأنه في عملية قص بتصير وفي عملية تجميل للجلد بتصير، فهذه برضو ترى مكلفة جدا ويبغى لها تخطيط تاني أو حاجة تانية كمان اللي بيسوي تكميم. لكن خلينا نقول إنه إحنا ممكن نجرب حاجات، لو ما فادت 100% فادت 50-60-70% فشي كويس، اللي هو مثلا يقدر يبدأ يلعب رياضة، يبدأ يحافظ على جلده من ناحية الفيتامينز، يعني زي فيتامين إي، زي فيتامين إي، هذه كلها بتساعد الجلد
انه ما يترهل الجلد انه يتظبط بشكل عام. اللوشنات دي اللي بيستخدموها عشان شد الجسم اللي فيها برضو فيتامين اي وفيتامين اي بيساعد برضو اكثر. فهذه الحاجات مره مهمه، يتروش مويه بارده عشان يشد جسمه اكثر. يعني هذه الأشياء في منها فعالية فعلا اللي هي الموية الباردة وكذا يشد الجسم فعلا. انت حتى لو اي شخص دحين دخل تروش موية باردة حيشوف جسمه مرة انشد على طول، المسامات تتقفل بحسب الحال، لانه معروف الحرارة حتمدد المسامات وهذا حتقفل المسامات، الجلد عنده ينشد. فهذه هي الفكرة، الجاكوزي البارد ترى مرة كويس، مرة مرة كويس للناس اللي مسوعين عن التكميم، لانه ايش بيساعدهم مرة كثير انه الجلد يخش على بعض يخش على بعض، ومره كويس حينشط لهم الدوره الدمويه انها تشتغل اكثر. حلو جميل. فهذه النقاط المفروض ان الواحد ينتبه لها بعد عمليه. تمام، نروح لاتصال ادريس. مساء الخير يا ادريس. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا وسهلا. بس عندي سؤال للكابتن. تفضل. تفضل حبيبي. انا ما سويت عمليه التكميم بس ابغى اسال، يعني انا سمعت ان هي تسبب ترهلات، يعني الكلام صح ولا غلط؟ صح، اذا كان وزنك زايد بشكل كبير وما حتسبب لك ترهلات، واصلا اي عمليه، لانه شوف انت هي خلينا نقيسها بمبدا ثاني، انت لو سويت عمليه التكميم حيتروح الدهون والجلد حيترهل على طول، يعني لانه صار فيه فراغ فالجلد على طول راح يترهل. طيب يعني ما ايش الطريقه اللي مثلا نشيل الترهلات هذه؟ مو حتحافظ زي ما قلنا قبل شويه، حتحافظ على الرياضه، راح تستخدم فيتامين اي اي او الحاجات اللي بتساعد على شد الجلد، تتروش بمويه بارده. طبعا في حالات استثنائيه او في حالات كبيره لما يكون الجلد مره مترهل حتطرق انك انت تسوي عمليه تجميل قص زائد تجميل الجلد عشان تزبط. لكن من ناحيه ثانيه انت حتى لو استمرت على الرياضه والامور هذه اللي بتساعد على شد الجلد ممكن لغايه 50 60 70% تفيدك اكثر. حلو جميل، تحياتنا لك إدريس. طيب بالنسبة للرياضة، طبعا الرياضة عالم يعني أكيد، فلما نيجي نبغى فعلا بعد عملية التكميم نتجه للرياضة، كل الرياضات تناسبنا ما أتوقع؟ شوفي هي تيجي عملية خلينا نقول عكسية، حيصير في عندك نزول في الدهون بشكل مرة كبير، فإحنا لازم نسوي عملية بناء للعضل بشكل مرة موازي لعملية الدهون. ليش؟ عشان يعبي على قل الفراغ شوية، خصوصا المتكمم ممكن يكون عنده العضل او المتكمم يكون العضل عنده مره الماس فيه قليل. صحيح. العضلات في جسمه مره قليله او صغيره. ليش؟ لانه ما كان يلعب رياضه مثلا، فهمت عليه؟ فهو لما نيجي نلعب حيصير يلعب نوعين من الرياضه، الكارديو عشان يحرق اكثر ويشد جلده حلو، والحديد عشان يبني عضل ويعبي مكان الدهون اللي نزلت، عشان على الاقل حتى لو صدره، حتى بتشوف في صور بتنتشر تلاقي اللي مسوي عمليه تكميم اول ما يبان فيه يبان يده صدره الأماكن اللي تقدر تعبي عضل بسرعة، العضلات الكبيرة فهمت عليها أو أفخده. فهي هنا الفكرة، لو إنه هو لعب صح حديد واستخدم مثلا أكل كويس بروتين كويس عشان يحافظ على العضل بشكل مرة كبير، استخدم مكملات الصح راح يستفيد مرة كثير من النقطة هذه. تمام ممتاز. في عندنا استفسار على SMS يقول أنا متكممة بس هل فعلا من الرياضات اللي ممكن تستفيد منها جسمي وشدة اللي هي السباحة، هل تنصحني فيها كابتن؟ السباحة تحرك كل الجسم، السباحة راح تحرك. وشوفي دائما المتكمم في بداية مرحلته لازم يسبح. ليش؟ لأنه حتكون الحركة بالنسبة له جدا صعبة كحديد أو كارديو، جدا حتكون صعبة، وخصوصا أنه ما في طاقة، فهي السباحة أفضل حاجة. ليش؟ حيحرك كل عضلات جسمه كبداية، لكن بعدين بعد مثلا خلينا نقول شهرين ثلاثة، طبعا في الدكتور بيحدد ده الشيء لأنه بيكون فيه لسه الجرح مفتوح أو حاجة زي كذا، بس بعد هذه الفترة ممكن تخش حديد أو تلعب كارديو، حيكون أفضل من السباحة، لأنه على الأقل تبني شوية عضل، على الأقل تشد الجسم بشكل مرة أكبر من السباحة. ممتاز، راح نكمل أكيد مستمعينا معكم موضوعنا، راح نكمل في تواصلنا معاكم، لكن بعد الفاصل خليكم على السماء. خليك وحش. ايه هلا فيكم من جديد مستمعين خليك وحش، مكملين معاكم اكيد، ورح اذكركم بارقام التواصل معنا لو حابين تطرحوا اي سؤال او استفسار على كابتن ابراهيم النونو على 012-61-61-100 012-17-85-85 او انكم تشاركونا من خلال SMS على STC-85-10-40 موبايلي 63-1 وزين 70-13-13 أبغى كل الناس أو كل الأشخاص المتكممين تحديدا يقولوا لي عن تجربتهم، يكلمونا ويقولونا كيف تجربتهم من ناحية الرياضة، نظام غذائي، ولا عايشين كذا وخلاص نحف وما يبي يسوي أي شيء ثاني، وبعدين بيشكي من الترهلات وبيتكلم كابتن إبراهيم بيقول له كيف أشد الترهلات هذه. خلينا الآن نشوف بعض التجارب ونتكلم فيها ونناقشها، ونروح على اتصال أيمن الآن. مساء الخير يا أيمن. يا نور. يا هلا، تفضل.
الله ممكن استفسار بسيط لك؟ تفضل. اكيد. انا بسال الكوتش عن الصيام المتقطع. الصيام المتقطع. الصيام المتقطع. ايه. الصيام المتقطع. انا اكل احتياجي تقريبا في 8 ساعات تقريبا من 3 وجبات الى 4 وجبات وبعدين امسك الصيام من تقريبا من الساعه 9 في الليل الى الساعه 1 الظهر واسوي الكارديو حقي تقريبا 35 دقيقه بعدين الوجبه الاولى واخش على التمرين كذا صح؟ وهل اخسر عضل ولا ما اخسر عضل؟ طيب تمام. اول حاجه الصيام متقطع جدا جميل وجدا كويس بس المفروض انك انت ما تستمر عليه. يعني مثلا خلينا نقول 3 ايام في الاسبوع او 4 ايام في الاسبوع تكون هو اسمه صيام متقطع. يعني المفروض انك انت ما تمشي عليه بشكل يومي. حتى في السنه عندنا اثنين وخميس بس اول ايام البيض على حسب. يعني هذا هو مره كويس الصيام المتقطع. طبعا الجدول اللي انت ماشي عليه كويس بس يفضل انه يكون الصيام متقطع في الصباح لانه المجهود دائما بيكون من الصباح. ففي الليل انت نايم ما يعتبر صيام. اما في الصباح يكون افضل لانه الجسم وقتها يبدا يستهلك من الفات او الدهون اللي موجوده فيه. طبعا اذا انت وزنك زايد بشكل مره كبير او انت عندك دهون مره عاليه الجسم راح يستهلك بس الدهون وما راح ياثر على العضل. ياثر على العضل بعدين في حاله لما الجسم خلاص اللي هو استهلك كل الدهون اللي في الجسم بعدين ياثر على العضل. وهذه حاله ما تصير الا بعد 15 17 18 ساعه. يعني مستحيل ياثر على العضل في كبدايه. تمام. والجدول انت ماشي عليه تمام بس لو تخليه بس في الصباح يكون مره كويس. ممتاز. تحياتنا لك يا ايمن. نروح اتصال بدر. مساء الخير يا بدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا هلا تفضل. وحالك كابتن؟ هلا حبيبي تفضل. عندي سؤال لك. الحين انا ابغى ابدا في التنشيف. طيب تفضل. هل لازم ابدا في البناء اكبر ولا عشان انا وزني زاد شوي عن طولي وقدام الزياده هذه ابدا فيها تنشيف بدل ما ابدا فيها بناء صح ولا؟ شوف اذا على حسب الحاله على حسب الحاله في الجسم. اذا انت عندك العضل مو مرة عالي ممكن تبدأ بناء وتنشيف نفس الوقت. يعني ممكن تمشي الاثنين في مع بعض. أو إذا أنت مثلا حاب أنك توصل لكتلة عضلية مرة كبيرة أول شيء تبني العضل ده اللي عندك بعدين ترجع للتنشيف. ممكن تبدأ الاثنين ممكن تبدأ كل واحدة لحالها. أو إذا أنت بس حاب أنك أنت جسمك يكون كويس بس نشف وخلاص. ولازم تستخدم بروتين ولا؟ لأني ما أنا صراحة مع هو شوف استخدام المكملات يعتبر شيء اساسي بحكم انك انت ما بتاكل كويس. يعني انت هل مثلا وقت التنشيف انا محتاج اكل 4-5 وجبات صغيره في اليوم منها تكون وجبه بروتين. انت اكيد انت ما حتقدر تاكل 4-5 وجبات في اليوم. فعلى حسب الوقت اذا انت تقدر توفي احتياجك من الاكل وفي احتياجك من الاكل ما عندك مشكله. لكن اذا انت ما تقدر توفي احتياجك من الاكل لازم تستخدم بروتين خصوصا يكون البروتين مثلا سريع الامتصاص بعد التمرين عشان يفيد العضلات اكثر. تمام. تحياتنا لك يا بدر. يلا يا عايض مساء الخير. الو مساء الخير. يا هلا يا هلا فيك. الله يحييك تفضل. هلا. طال عمرك انا متكمل سابق. انت تكلمت بموضوع نسيته النص الاخر من موضوع المتكممين اللي هو طبعا معروف بعد اول 6 شهور المتكمم لازم ياكل مكملات غذائيه ويمشي لكن بعد 6 شهور المعدة هنا بين خيارين. يعني انك خيار انك تمشي على نظامك خلاص هي وقفت لان اغلب من المتكممين اللي انا اشوفهم يوقف وزنهم 6 شهور يمشي كثير فالمعدة تتقلص اكثر ويوقف وزنه وما يقدر يستفيد لا ما يوقف وزنه بعد ينزل اكثر. اغلبهم اشوف انهم متكممين لما انه وصل للوزن المثالي يرجع يمشي وسوي تمارين خلاص توقفت عند وزن معين فتتقلص المعدة اكثر وتسبب له نقص فيتامينات وامراض هو بغنى عنها. تمام. حلو. فحبيت اني اوضح النقطة لكم لاني متكمم الحمد لله انا ماشي بامور. حلو. ايوه انا الله يسعدك حبيب قلبي ناسين النقطة هذه. أنا كويس إحنا ناسين تذكرتنا بس قل لي حكينا عن تجربتك كمان. أنت كيف الرياضة معك؟ كيف تأكلك؟ كيف عايش التجربة هذه يعني؟ لا الحمد لله على أتم. يعني نزلت أنا حوالي 45 كيلو كان وزني 160 الحين 100 ما شاء الله. قولي أنا 183 فأغلب العالم قالوا لي وقف لا تصل للمرحلة اللي هو بعد. الحمد لله أنا حتى أكلي يعني طبيعي أكل حتى الوجبات لكني ما أكثر. أنا عندي حاجتين أساسية لو بغيت أكل اللي هي الغازيات. أنا من سويت العملية قطعتها ابتعدت عنها نهائي. ممتاز. حلو. والأكل والشرب بعد الأكل حلو. نص ساعة أنا مستحيل أني أشرب بعد الأكل نص ساعة والحمد لله وزني ثابت خلال سنة كاملة ثابت على اللي أنا أبي. أنا أقدر أنزل أكثر لكن جاي يزلي بحكم طول. ما شاء الله ما شاء الله الله يعطيك العافية. إيه إحنا هنا لما نتكلم عن العادات
العادات جدا جدا مهمة. يعني الواحد لما يبدأ يشوف العادات السيئة اللي هو كان يسويها قبل العملية لو غيرها بعد العملية راح يشوف زي ما فرق. إيوة زي ما تشرف الأخ هنا إنه فرق كثير وكمان إيش راح يتحسن أكثر. تمام، تحياتنا لك يا عايد، شكرا لك. اتصال صالح معانا، مساء الخير يا صالح. صالح معانا، ألو ألو، مساء الخير. طيب نروح لاتصال مروان، ألو مساء الخير. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا فيك، مساء الورد. الله يسلمكم، والله حاب أدخل مركزين. تفضل حبيبي. الله يسعدك، صباح مساء الخير. مساء النور. الله يسعدك. أنا وزني 72 وطولي 169. حلو. جسمي كويس ما شاء الله. أنا عندي مشكلة بس في الـ في الـ في عضلة البطن، مرة نازلة شوية، والخصر برضه شوية نازل. أنا تقريبا الحين 3 أشهر أحاول أشده، أحاول أنشفه، بس يعني حصل شوية معاناة. شوف، هو دائما شد البطن يكون بأكثر من مرحلة. أول شيء لازم تتبع نظام غذائي معين، يعني ما هو بس أنك أنت تأكل أكل صحي وخلاص، لا، لازم أكل معين عشان تبدأ تشد جسمك. وثاني شيء تستخدم شوية مساعدة من ناحية المكملات عشان تشد الجسم بشكل أكبر وتحول لك الدهون اللي موجودة لطاقة وتحرق الدهون اللي موجودة حوالين البطن. طبعا بيكون باستشارة أخصائي أو شخص يفيدك أكثر لما تقابله مثلا. وثالث حاجة هي الرياضة، يعني لازم تلعب كارديو على معدة فاضية، لازم تلعب كارديو بعد التمرين، راح يساعدك أكثر أنك تشد الجسم بشكل أكبر خصوصا المنطقة اللي حوالين البطن. تحياتي لك يا مروان، شكرا لك. ومعانا اتصال خالد، مساء الخير يا خالد. مساء النور ومساكم الله بالخير جميعا. يا هلا فيك، مساك الله بالنور والسرور. أنا متكمم من 5 شهور تقريبا. الحمد لله الوزن بينزل، يعني كنت حول 142، الآن كسرت 100 الأسبوع الماضي ما شاء الله. أي الآن أنا عندي بس مشكلة، أنا ما أعرف كيف أوفق بينها، يعني اللي هي أنا إلى الآن ما عرفت اللي هي أوزن نظام الأكل. الأكل ما زال قليل، بحاول أني أدخل الفواكه في النظام الغذائي يوميا قد ما أقدر. طبعا الأكل قليل جدا، يعني مزبوط في نادي، لكن ما كنت أقدر أسوي التمارين بحكم أنه الأكل قليل، يعني مزبوط. فهنا مزبوط، صح كلامك. فهنا قلبي احنا لازم نتطرق لحاجة ثانية اللي هي المكملات الغذائية. المكملات الغذائية راح تساعدك مرة كثير انك انت تعوض الوجبات او تعوض القيمة الغذائية اللي انت محتاجها بشكل يومي. انت دخلت الفواكه هذا شيء كويس، بس مثلا ما تقدر تاكل 4-5 حبات فواكه في اليوم، فتقوم تعوضها بحبة فيتامين تاخذها الصباح، او مثلا ملعقة عسل مع حاجة ثانية. فهمت علي؟ يعني زي كذا انت بتدخل المكملات الغذائية عشان تساعدك. في مكملات برضو غذائية تأخذها قبل التمرين هتديك كربوهيدرات عشان الجسم يعوض شوية طاقة تقدر تتمرن أكثر. وزي مثلا تأخذ البروتين بعد التمرين راح يساعدك أكثر أنك أنت تعوض البروتين اللي تحتاجه بشكل يومي. تمام، تحياتنا لك أخوي خالد. معنا اتصال أبو حمد، مساء الخير يا أبو حمد. ألو مساء الخير. أبو حمد قفل شكله، إيش قلت له يا أبو رامي؟ أبو حمد معانا؟ طيب إن شاء الله يرجع يتصل علينا أبو حمد. مستمعينا فاصل أخير وراجعين. خليك وحش، أذكركم من جديد مستمعينا بأرقامنا على 011-61-61-100 011-22-17-85-85 لو حابين تشاركونا في موضوعنا اليوم أو تسألوا وتطرحوا أسئلتكم واستفساراتكم على كابتن إبراهيم النونو. بالنسبة لموضوعنا عن رياضات أو الاهتمام بالرياضة بعد عمليات التكميم، ما شاء الله اليوم عندنا تفاعل كبير، كمان من المتكممين ما شاء الله دقوا علينا وقالوا لنا كيف كانت تجاربهم. خلينا نروح كمان على الاتصال من جديد. مين معنا؟ ألو مساء الخير. جواد، السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا وسهلا. العافية يا سامي، يعافيك يا رب. ممكن أكلم كابتن؟ تفضل حبيبي. كابتن، أنا سويت تنشيف تنزيل وزن ونزلت تقريبا 30 كيلو أو شيء، بس أنا أبغى الحين أبغى أنزل أكثر، تقريبا وقف وأبغى أنزل أكثر، بس ما أدري أي بروتين أستخدم، هل بي سي اي كويس او امينو او تمام. طيب خلاص ابشر. الحين شوف، هو دائما حتى في التكميم او حتى في اللي ماسكين دايت او بيسوي رجيم معين بتلاقيه انه هو بعد فتره وقف الوزن عنده، مو راضي ينزل ولا اي حاجه، بسبب انه هو ماشي على رتم معين.
الكالوريز اللي بدخلها هي هي، الأكل اللي بيأكله هو هو، التمرين اللي بيسويه هو هو. عشان كده عندنا إحنا في حاجة مسميها تشيست ميل، أو خلينا نقول كسر الروتين. بتلاقي كل أسبوع للشخص اللي بيسوي دايت كل أسبوع في يوم معين بيغير، بيروح بيأكل أكل تاني نهائيا، يعني مو دايت ولا أي حاجة، بيخبصها كده بوجبة مدتها لا تقل عن 30 دقيقة أو ساعة، خبص دي الوجبة وخلاص وامشي. ما شاء الله. أيوة. أو مثلا خلاص بعد فترة، أو بعد فترة مثلا وقف الوزن، يقوم يغير البرنامج حقه. كان بيثر بياكل رز ودجاج، يقوم ياكل يغير في الاكل، يغير، يحاول ما يعود جسمه على نفس الشيء، يغير في نوع التمرين. اذا كان هو بيلعب مثلا كروس فيت يغير الحديد، وكان بيلعب كارديو بشكل دراجه ما ادري يغير للسباحه، لازم يغير ينوع. حتى احنا ترى في البادي بيلدينج لما يجي بيلعبوا في التمارين تلاقي كل 3-4 أسابيع نفس التمارين ما يعيدوها، وهذه اخطاء كمان بيطيحوا فيها مره رياضيين كثيرين بيخشوا النادي. بتلاقيه خلاص حافظ جهاز إشي الأجهزة حق صدر، حافظ جهاز وبيخش بيسوي نفس التمارين دائما وجسمه ما يتحسن. لا، لازم كل فترة وفترة تغير في التمرين، تغير في الدايت عشان الوزن لا يوقف وعشان تساعدك أكثر. بالنسبة للمكملات أنا ما أقدر أنصحك فيها لأن ماني عارف أنا إيش طبيعة جسمك، إيش الحاجات اللي حتفيدك، كيف شكلك. ممكن تمر عند أي شخص يفيدك بدأ الموضوع أكثر. حلو جميل. ممكن كمان يجوا عند كابتن إبراهيم نونو في إكستريم نيوتريشن وينورنا والله. وبإذن الله كابتن إبراهيم أكيد ما حيقصر معك. حلو. طيب قبل أن نختم حلقتنا كابتن إبراهيم، خلينا نعطيكم شوية نصائح عن كيف ممكن فعلا بعد عمليات تكميم شدوا جسمهم أكثر شيء. طيب أوكي، خلينا أول حاجة جانا سؤال كان أنا نسيتيه على موضوع التدخين. التدخين بالضبط. صحيح. هل هو التدخين بيأثر؟ طيب، وجانا سؤال عن الحمل، خلينا أول شيء نتكلم عن التدخين. أوكي، التدخين ما يأثر على التكميم، يأثر على اللياقة. حلو. حلو، فلازم الشخص اللي بيدخن يخفف الدخان لأنه حتكون لياقته جدا، خصوصا أنه كمان مثلا بيكون مرة سمنة مفرطة ونزل الرئة عنده تعبانة ما بيتحرك كثير، هذه مشكلة. لازم أنه هو مثلا يحافظ، خلينا نقول بعيد عن التدخين، طبعا احنا ما بننصح في التدخين، هو له أضراره أكيد. بس نتكلم على الموضوع الرياضة، هو حيأثر عليه في من ناحية اللياقة. بالنسبة للحمل اللي بيسووا يسووا عملية تكميم وبتحمل بعد عملية تكميم، ما ينصح أنه تحمل إلا بعد 18 شهر، بعد سنة ونص، بعد سنتين. ليش؟ أو سنتين أقل شيء. ليش؟ لأنه بيصير عندها مشكلة بحيث أنه هي عندها نقص من الفيتامينز، من المعادن، من الحاجات هذه كلها، وعندها الترهلات وعندها، فالبيبي ما رح يستفيد ولا أي حاجة من جسمه، بالعكس رح تكون مشكلة مرة مرة كبيرة. تمام. شوية نصايح بس، أهم حاجة الواحد أنه بعد عملية التكميم شرب الماء الكثير، الرياضة، يحافظ على أكله. طبعا المكملات هذا شيء أساسي حيمشي عليها إلين ما يوصل للهدف اللي هو يبغاه، وممكن حتى بعد الهدف اللي يبغاه ممكن يستمر على موضوع المكملات. ويبدأ الرياضة بشكل يومي ويخليها كلايف ستايل. يعني أهم حاجة أنك أنت لا تطيح في الغلط مرة ثانية، مو أنه مثلا غلط سويت عملية تكميم ضبط جسمك شوية تقوم ترجع تخربها بالأكل ويرجع جسمك ويزيد وزنك. لا، خلي الموضوع يمشي معاه، لأنه ترى بعد فترة المعدة برضو بتكبر، يعني حتى عملية التكميم بعد فترة المعدة رح ترجع لحجم الطبيعي، أو رح ترجع حتبدأ تكبر في الحجم اللي هو على حسب الأكل اللي بيدخل. فعشان كده لازم يبدأ يحافظ على ده الموضوع ويستمر ده الموضوع بشكل مرة صحي ومرة كويس. حلو. طيب كمان بما أننا قبل نختم حلقتنا عندنا شوية وقت، المشدات الآن مرة ترندي الموضوع ده. هذا أيوة، ألبس مشد وروح نادي. هو هي تفيد بس شيء واحد، شكل. شكل بالضبط. بس شكل، ألبسها تحت أي تيشيرت جسمك يصير أوكي، بس حق بالنسبة للبنات عاد. بس بالنسبة للرياضة أنا أروح لابسها مشد ما حتفرق. شوفي إحنا بس نلبسها بحالة واحدة عشان الإصابات. بالضبط. بس يعني عشان بحافظ على كوعي، بحافظ على ركبتي، بحافظ على ظهري من الإصابات، بلبس مشدات عشان أقدر لما أنا بتمرن أحافظ عليها، بس أكثر من كده ما في. يعني ما حتعصر الدهون مثلا زي كأنها برتقالة. لا. مرة أكيد. ما حتسوي زي كده. طب حلو، يعطيك ألف عافية كابتن إبراهيم، شكرا لك على المعلومات المميزة وشكرا لكم على التفاعل الجميل هذا، وإن شاء الله تكون حلقة خفيفة لطيفة عليكم. إن شاء الله. أكيد يا كابتن. ومستمعينا شكرا لكم على طيب الاستماع، يعطيكم ألف عافية لكل تواصلوا معنا من خلال اتصال مواقع التواصل الاجتماعي أو SMS. لو حابين ترجعوا تستفيدوا من الحلقة وتسمعوها، راح تسمعوها على قناتنا في اليوتيوب على ALIF ALIF FM. كنت معكم أنا سامي البيروتي، في أمان الله.